أنزعج كثيرا حين أرى أولادي يختلفون بشدة على أمور لا تستحق، أخاف أن يتفرقوا بعدي. قل لي بربك كيف أزرع الحب فيما بينهم؟ أريدهم أن يكونوا قلبا واحدا. سؤال جميل يمثل هدفا ساميا من أهداف التربية، وتحقيقه ليس صعبا بإذن الله تعالى. أهم عليك أن تصنعه هو أن تعدل بينهم حتى في النظرات، فلا يوغر الصدور مثل تفضيل بعضهم على بعض. حتى إذا أحسست أنك تميل إلى أحدهم دون الآخر فلا تخبره ولا تخبرهم، بل حاول أن تزيل هذا الشعور من خاطرك. وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم، وقوله: أليس يسرك أن يكونوا لك في البر واللطف سواء؟ وكان مع الرسول صلى الله عليه وسلم رجل فجاء ابن له فقبله وأجلسه على فخذه، ثم جاءت بنت له فأجلسها إلى جنبه، قال: فهلا عدلت بينهما؟ وكلنا نعلم ما حدث من إخوة يوسف عليه السلام إذ قالوا: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين. فمهما كانت الأسباب لا تفضل بعضهم على بعض ذكرهم وأنثاهم، ووزع عليهم التكاليف بإنصاف، ومع ذلك أعطي الصغير حقه من الحنان، والكبير من التقدير، والمسافر من السؤال، والمحتاج من المساندة، والمعاق من العناية، وكل منهم ما قد يحتاج إليه من خصوصية المعاملة. انتبه لا تسمع أحدهم في الآخر إلا أن يقول خيرا، ولا تقارن بينهم أبدا، بل اجعل كل منهم ينافس نفسه ويقتدي بمن هو أكبر منه، واحرص على أن يحس كل منهم بنجاح أخيه وكأنه نجاحه، وأقم الاحتفالات الصغيرة لكل نجاح يحققه أحدهم فيحتفي به جميع إخوانه، وانقل ثناء أحدهم على أخيه في غيبته.